الجلوس في العزاء هل هو حرام؟ وإذا كنت لم أذهب إلى إنسان جلس العزاء سوف يكون في نفسه شيء، فهل أذهب إليه؟ ثم إذا أمرني أحد الوالدين بالذهاب إلى ناس مجتمعين للعزاء هل أذهب إليه؟ نعم، الجلوس للعزاء صرح كثير من العلماء أنه بدعة، وصرح بعض العلماء كأصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مكروه، بأنه مكروه لأنه ليس معروفا في عهد الصحابة، ولأنه ينبئ عن نوع من الجزع والسخط، كأن هذا يقول للناس يا أيها الناس إني مصاب عزوني. وواجب الإنسان عند المصيبة أن يصبر ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى، ولا يمكن أن يتعدى الإنسان ما حدد له ويغلق بابه. أما بالنسبة للذهاب إليه فإن كان الإنسان من الأقارب الذين يرون أن عدم المجيء إليهم قطيعة رحم فاذهب إليهم وعزهم وانصرف لا تجلس. وأما لو أمره أبوه فإن كان من الأقارب فكما قلت يذهب سواء أمره أبوه أم لا، وإن كان من غير الأقارب يقنع أباه يقول يا أبتي ليس لهم حق عليه، وإن كانوا أصدقاء إذا رأيتهم في السوق أو في المسجد عزيتهم، وإلا مرهم فليس بواجب. الأقارب جوز لكن مع ذلك لا يجلس، ولا يجلس وينصح ويقول أغلق الباب فهذا ليس خيرا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني سبقنا إليه الصحابة والتابعون. نعم.